بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. راح نبلش نشرح chapter 2 اللي هو protocols and models. rules إيش يعني rules؟ لما نحكي كثير مهمة، لما نحكي عن protocol معناته نحكي عن rules. الcommunication fundamentals أساسيات للاتصال. network can vary in size and complexity. network ممكن تختلف حسب حجمها ودرجة تعقيدها. It's not enough to have a connection. Devices must agree on how to communicate. لما نبني network مش معناها إنه شبكنا الأجهزة مع بعض، حكينا بنفرق بين connection و communication. مش معناها إنه إحنا عملنا connection نقدر نعمل communication. معناته لازم يكون ال devices بيناتهم agree إنه كيف يعمل communication. لازم تتوافق إنه كيف عملية communication. There are three elements on any to any communication. في ثلاث أشياء مشان نعمل communication. Three elements ضروريات اللي هي لازم يكون في عندي source اللي هو السندر اللي يرسل المسج، لازم يكون عندي destination اللي راح يستقبل المسج، ولازم يكون عندي الشانل أو الميديا اللي من خلاله راح يتمر راح يوفر لنا path طريق حتى تروح المسج من السندر للريسيفر. There will be a channel أو media that provides for the path of communication. أوكير لازم يوفر لنا طريق لتحصل الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن بروتوكولز all communication are governed by a protocol. اي اثنين بدهم يتواصلوا، اي شخصين بدهم يتواصلوا، لازم يتواصلوا تحت بروتوكول معين. بروتوكول are rules that communicate that the communication will follow. عبارة عن مجموعة قواعد لازم نتبعها مشان نقدر نعمل communication. The rules will vary depending on the protocol. فالرولز بتختلف حسب البروتوكول. مثلا نتواصل أنا وياك، فلما نتواصل نحكي والله بدنا نحكي تليفون، فطريقة التواصل مكالمة هاتفية إنه بدنا نحكي شفهي بالتليفون، أو بدي أرسل لك مسج فبكون عارفة إن معناته بدي أرسل لك تكست، فلازم يكون متفقين على طريقة الاتصال. لازم يكون في رولز إنه كيف أنا بكتب لك. مستحيل إنه أنت بتحكي عربي وما بتحكي فرنسي اجي ابعث لك انا باللغه الفرنسيه، فلازم اكون عارف انه انا راح ابعث لك برضه باللغه العربيه. فهي الرولز اللي بتحكم التو بارتيز مشان يعملوا كوميونيكيشن، هي اسمها بروتوكول. ففي بكون عندك مسج، اوكي مسج، في ترانسميتر اللي راح يحول السيجنال لصوره بتقدر تنتقل عبر الميديوم عبر الكيبل، وبعدين من السندر لازم يكون في عندي سندر، وبعدين لازم الريسيفر يستقبلها. المسج هي السورس، من المسج سورس اللي هو السندر، تنتقل المسج لشيء جوات السندر اللي هو الترانسميتر، بيحولها لطريقه بحيث انها تمشي في الكيبل في الميديوم حسب نوع الميديوم. الريسيفر بده يستقبل هاي السيجنال، فعنده برضه ريسيفر مشان يحول السيجنال لصوره انه يقدر الديستنيشن يقرأها وتوصل لنفس المسج للديستنيشن. الرول استابليشمنت لازم يكون في عندي رولز. individuals الأفراد must use established rules or agreement to govern the communication. لازم يكون عندهم مجموعة، يأسسوا مجموعة من الرولز أو الاتفاقات إنه كيف إحنا بدنا نعمل هاي الكونفرزيشن. The first message is difficult to read because it's not formatted properly. The second was the message properly formatted. طلع هاي معطيك مثال مسج، قلك هاي المسج مثلا it's very difficult، طلع كي very difficult مربوطين ببعض، بينما لا، لازم تكون المسج لازم تكون واضحة، لازم تكون مبين اللغة اللي بنكتب فيها، لازم تكون كل أجزاء المسج واضحة حتى ال destination يعرف كيف يقرأها. بصيرش نرسل له حي الله فورمات، لازم نرسل له فورمات معروفة. rules establishment protocol must account for the following requirement. لازم يكون البروتوكول بيحسب حساب ال requirements التالي. an identified sender and receiver. لازم يكون مكان نحدد فيه من السندر ومن الريسيفر. لازم يكون في عندي language and grammar، إنه كيف بأي لغة أكتب، تحت أي grammar لازم يكون هاي الكتابة موجودة. speed and timing of delivery. لازم يكون في سرعة معينة، لازم تصل خلال وقت معين. مشان أقدر أصمم بروتوكول لازم هالأشياء يغذيني فيها البروتوكول. confirmation or acknowledgement requirement. لازم لما توصل مسج يحكي لي إنها وصلت رسالتك أو ما وصلت رسالتك، لازم أعرف كسندر أنا إنه وصلت رسالتي ولا لا. فهي عبارة عن مجموعة من
الرولز لما اجي اعمل او الريكويرمنتس لما اجي اعمل بروتوكول لازم تكون متوفره في هذا البروتوكول. متطلبات requirements متطلبات. Common computer protocols must be in agreement and include the following requirement. نفس الشيء common protocol للكمبيوتر لازم يكون في توافق ولازم يحتوي على الأشياء التالية: message encoding. هلا بنشوف شو معنى كل واحدة من هاي المصطلحات. Message encoding, message formatting and encapsulation, message size, timing and delivery option. إيش الـ message encoding؟ الـ encoding is the process of converting information into another acceptable form for transmission. لازم يكون في عندي طريقة encoder وبالـ receiver يكون في decoder, encoder, decoder. الـ encoder بيحول الـ message من شكلها الأصلي لشكل أقدر أبعثه في الميديم. لما ينتقل عبر الميديوم بيستلمه الريسيفر لازم يكون في عنده ديكودر مشان هذا الديكودر يحولها من الشكل اللي استلمته لشكل يقدر الريسيفر يقراه. اوكي، فهي الانكودينج عباره عن الطريقه اللي بتحول لك الانفورميشن لطريقه تقدر انك تبعثها عبر الترانسميشن ميديوم، والديكودينج ريفرس ذس بروسيس تو انتربريت ذا انفورميشن. لازم نحول الجزء من النص اللي عملنا له انكودينج نعمل له ديكودينج نرجعه زي ما كان مشان نقدر نقرا هاي الانفورميشن. فهي عباره عن الانكودينج اند ديكودينج مسج. مسج فورماتنج اند انكابسوليشن شو يعني؟ when a message is sent it must use a specific format or structure. هلا انت بالشكل العادي بالشكل الطبيعي دائما بيحكوا لنا لما تقرا لما تكتب مسج رساله لازم بالاول ديار اسم الشخص اللي بدك ترسله، لازم تكتب المسج وبعدين لازم تكتب اسمك، بعدين لازم السندر يكون على اليسار من اعلى، المستقبل لازم يكون من تحت على المغلف يكون هيك، فبيعلمونا فورمات. نفس الشيء في الانترنت بروتوكولز لازم يكون حسب نوع المسج. مسج فورمات depends on type of messages and the channel that is used to deliver the message. لازم اتبع فورمات معينه حسب نوع المسج والشانل اللي راح تمر فيها المسج مشان تقدر توصل صح. فمثلا في عندك نفس هاي التجزئات اللي في حياتنا اليومية لما نكتب مسج ونبعثها في مغلف، نفس الاشي احنا بدنا نبكت ونعمل فورماتنج لهاي المسج انكابسوليشن نبكت نحطها في مغلف بيكون له شكل معين ونعملها فورمات بشكل معين حتى تقدر توصل. فمثلا في مجموعة فيلدز مش راح ناخذها الا بالتفصيل لكن لقدام رح نحكي عنها. في عندي فورمات معينة كل فيلد كم طوله، شو المعلومات اللي لازم تكون حتى أقدر أبعث هاي المسج. ففي فورمات معينة للمسج اللي لازم أبعثها، فورمات مسج فورماتين. السايز برضو إحنا محدودين بسايز. encoding between host must be in appropriate format for the medium. لازم يكون بشكل معين مناسب للميديوم اللي بدي أرسل فيه. Message sent across the network are converted into bits. عادة احنا بنحولها لبيتس مشان نرسلها. The bits are encoded into pattern, flight, sound or electric impulses. بحولها حسب الميديم اللي راح تمشي فيه لأمواج كهربائية، كهرومغناطيسية، صوت أو pulses of light ضوء زي بالفايبر أوبتيك مثلا. وبعدين the destination host must decode the signal to interpret the message. ولازم destination يعمل interpretation يفسر هاي المسج decoding حتى تقدر نعملها قراءة. السايزنج هون بس انه انا لما احيانا برسل مسج كامل في سايز معين بيكون حجم الخط او حجم الريسيفر ما بيقدر يستقبلها، فعشان هيك لازم اجزئها لقطع اقدر ابعثها. اوكي، وكل قطعة لازم تتحول لبيتس حسب الميديوم، وبعدين لازم يقدر يفسرها ويربطهم مع بعض ويستقبلهم as a message. التايمينج، message timing include the following اللي بتخص الوقت للمسج. أول شيء الفلو كنترول. شو يعني فلو كنترول؟ manages the rate of data transmission and define how much information can be sent from and the speed at which it can deliver. يعني لازم نحدد الفلو كنترول يعني الريت. اوكي، الداتا ريت كم نسبه الداتا اللي لازم ارسلها وكم حجم الانفورميشن اللي بقدر ارسلها والسرعه اللي لازم تروح فيها. فهي كلها بتحدد لي الفلو كنترول.
فأنا مثلاً في عندي حجم معين لازم يرسل خلال هذا الوقت، أوكي؟ فبرسل الحجم اللازم، فعشان هيك لازم بحدد كم الداتا ريت سموه، أوكي؟ هاي اسمه الفلو كنترول. الريسبونس تايم أوت manage how long a device wait when it does not hear a reply from the destination. يعني أنا أرسلت، لازم خلال وقت معين يجيني reply من the destination إنه أنا أرسلت. هاي بيسموها time out. Okay. فدائما في إجراء إذا خلص time out وما استلمت أنا reply. بدناش نحكي بالتفاصيل، بكفي نعرف الـ response time out عبارة عن المسافة أو الوقت اللي بنتظره السندر حتى يسمع reply من الريسيفر. اوكي. الاكسس ميثود determine when someone can send a message. هاي مثلا شوف، هاي راح ناخذها في لاير، هاي راح ناخذها في لاير اخرى، هاي راح ناخذها في لاير غير هاي التو لايرز. الاكسس ميثود شو معناها؟ determine when someone can send a message، متى يقدر يرسل هاي المسج. شو يعني متى بيقدر؟ يعني انت دائما بترسل مسج ما بيهمكش متى، ما عمرنا حكينا لك والله بس وقت تسمح لك ترسل الساعة 5، اوعى ترسل الساعة 6 لانه بتضيع. لا، هاي الاكسس ميثود اللي بينظمها الديفايس، عملية السندنج الديفايس بينظمها. كيف بينظمها؟ There may be various rules governing issues like the collision. في عندك مجموعة من الرولز بتحكم عملية الاصطدام. ايش يعني اصطدام؟ This is when more than one device send the traffic at the same time and the message become corrupt. يعني إذا اثنين بعثوا بنفس الوقت، أوكي، على نفس الميديم، معناتها في عندي بصير corruption. corruption يعني المسجين بصير collision. بصير collision، بيصطدموا ببعض. لما يصطدموا ببعض شو بصير؟ corruption، بيخربوا. أوكي، the two messages. معناته لازم ننظم إنه مين اللي لازم يرسل أول، مين اللي بينظمها هاي الديفايس. انت ما إلك فيها، انت دائما كليك سند سند ما إلك فيها، تحكي والله في حدا بيرسل هلا ما إلك فيها. اوكي، فالديفايس اللي هي لاير 2 بالذات، رح ناخذ لقدام مين بينظم هاي العمليه اللي هي لاير 2، انه مين له الحق انه يرسل. انت مين له الحق انه يرسل؟ رح تسالوني هذا السؤال. لما بيكون عندي مثلا باص، لما شرحنا المره الماضيه الباص، اوكي، عنده مجموعة أجهزة مرتبطين على نفس الديفايس، طلع كلهم شير ذا سيم ميديم، هاي أجهزة مرتبطين على نفس الديفايس، ناخذ هذول الجهازين، لو هذا الجهاز أرسل وهذا الجهاز أرسل، اثنين صاروا على نفس الخط، بصير في عندي كوليجن. أوكي؟ معناته لازم يكون في عندي بروتوكولز بتنظم عملية الإرسال. كيف الأجهزة بتنظمها؟ في نوعين من التنظيم، في إشي اسمه برواكتيف وفي إشي اسمه رياكتيف. شو يعني برواكتيف؟ يعني attempt to prevent collision. إنه طريقة مشان نعمل prevention، نحمي الكوليجن النهائي، ما يصير عندي كوليجن. والأذر بروتوكولز بيسموها reactive collision، اللي هي بيخلوا الكوليجن يصير وبعدين بيحلوا. أوكي؟ establish a recovery method after the collision occurred. بيعملوا recovery، إنه كيف يحلوا الكوليجن بعد ما يصير. فهم بيرسلوا، صار في كوليجن، إيه يا جماعة صار في كوليجن، يلا نحل الكوليجن. بينما هاي الطريقة الأولى طبعاً للبروأكتيف أحسن، إنه أنا أحمي من البداية، أخذ ميكانيزم بحيث إنه ما يصير عندي كوليجن. أوكي، فهاي طرق اللي هي بسموها الأكسس ميثود. فإمتى بتصير؟ لما يكون عندي الديفايسز شير ذا سيم ميديوم، معناته لازم أنظم مين عنده الحق، هاي أكسس، مين عنده الحق يعمل أكسس لهاي الشير ميديوم حالياً. ايش الهدف؟ اقلل عمليه الكوليجن. المسج ديليفري اوبشن، كيف ارسل؟ في عندك ثلاث طرق في الارسال موجودين في اي بي فيرجن 4. مسج ديليفري مي وان اوف ذا فولوينج ميثودز يونيكاست. شو يعني يونيكاست؟ يعني وان سندر وان ريسيفر، وان تو وان بيسموها هاي الطريقه، وان تو وان. المالتي كاست يعني وان سندر اكثر من وان ريسيفر، هيو اثنين ريسيفر، طلع السندر هيو ارسل السورس ذا تو ديستنيشن في النتورك اللي هي 1 تو ماني بيسموها. البرودكاست اني من 1 ارسل لكل اللي موجودين في الشبكه، هي بيسموها برودكاست. اوكي، فهي ثلاث طرق. البرودكاست ار يوزد ان اي بي فيرجن 4 نتورك،
لكن بطل موجود no an option for IP version 6. لازم هاي برضو لما نأخذ ال IPv4 و 6 نميز بيناتهم. Later we will also see any cast هذا مستخدم في ال IP version 6 ومش موجود في ال IP version 4. فبشكل عام معطيك هاي الطرق اللي موجودة في ال IP version 4. Okay. Unicast فيه وMulticast وBroadcast. بدك تعرف ال Unicast 1 to 1 ال Multicast 1 to many. Okay. والبرودكاست 1 to all. A note about node icon. Node icon بس بيحكي لك انه documents may use the node icon typically circle to represent all devices. فهو عادة نشان node الشابتر الماضي اخذنا ال end device حكينا الطرف الانترميديري اللي بالوسط هذول كلهم nodes بسموهم nodes. Node فكيف بيمثل النود؟ يعني انا اعبر عن النود بس ارسمه بدائرة. اوكي بس عباره عن طريقه تنفيذ. فهي عباره عن شبكه هي عباره عن اليونيكاست من نود لنود. المالتي كاست عباره من نود لاكثر من نود. والبرودكاست من نود لكل النود. البروتوكولز المستخدمه هي المقدمه اللي اخذناها عن البروتوكولز وطريقه انشاء الكوميونيكيشن. هلا بدنا نشوف البروتوكولز. بيعطيني مجموعة بروتوكولز أو بيعمل لي overview عن البروتوكولز موجودة في النتورك. فهي بعبارة بتعرف set of rules. هي common define a common set of rules بيعرف لي مجموعة من القواعد can be implemented on device. وين هاي rules بتكون؟ ممكن تكون as software or بالhardware أو في الاثنين مشان أقدر أتحكم وأعمل عملية الكوميونيكيشن. فممكن يكون implemented on a software ممكن يكون في الاوبريتنج سيستم عادة أو في الهاردوير مثلا النتورك انترفيس كارد أوكي أو في الـ تو سوفتوير أور هاردوير. بروتوكولز هاف ذير أون فانكشن كل بروتوكول عنده الوظيفة اللي خاصة فيه الفورمات اللي خاصة فيها ومجموعة الرولز اللي بتحكمه. فهو بكل بروتوكول عنده مجموعة الثلاث أشياء اللي خاصة فيه عنده الفانكشن العمل الفورمات الشكل والرولز القواعد اللي بتحكمها. فمثلا في عندي نتورك كوميونيكيشن بروتوكولز هاي البروتوكول تايب عندي نتورك سكيورتي بروتوكولز راوتينج بروتوكول سيرفيس ديسكفري بروتوكول. نتورك كوميونيكيشن بروتوكول هي عباره عن البروتوكولز اللي بتسمح لتو ديفايسز انهم يعملوا كوميونيكيشن. بكل بساطه انيبل تو اور مور ديفايسز تو كوميونيكيت اوفر وان اور مور نتورك. النتورك سكيورتي بروتوكولز عبارة عن البروتوكولز اللي بتمكنني أرسل الداتا إن سكيور واي. يعني لازم أعمل اوثنتيكيشن، لازم أعمل انتجريتي، لازم أعمل داتا انكريبشن. فاللي بيمكنني إني أخبي هاي الداتا مشان توصل للديستنيشن بدون ما حدا يكتشفها هاي بسموها النتورك سكيورتي بروتوكولز. الراوتينج بروتوكولز من اسمها راوت يعني طريق، فهي عبارة عن البروتوكولز اللي بتمكنني كيف ادل المسج على الطريق مشان تروح على الديستنيشن الصح. وعاده سلكت البيست باث انا بحد في احيانا ممكن يكون عندي عده طرق اني اوصل للديستنيشن فانا بدي اختار افضل طريق. انيبل راوترز اللي دائما هاي بتكون البروتوكولز امبلمنتد في الراوتر اللي هو بيحدد المسج وين لازم تروح. Enables the router to exchange route information إنه يتبادل مجموعة information الخاصة بالطرق. Compare path information بقارن بين المعلومات حسب كراتيريا معينة تأخذوها برضه في مساقات متقدمة. وبعدين اللي بحب يكمل وبعدين مين أفضل طريق حتى إني أوصل لل correct destination. فهي بسموها routing protocols. Service discovery هي عبارة عن البروتوكولز اللي بتمكنني إني أعمل detection للديفايسز والسيرفيسز اللي موجودة في الإنترنت على الشبكة. فهي بيسموها Service Discovery Protocols. هاي مجموعة البروتوكولز اللي موجودة في النتورك. الفانكشنز شو يعني function؟ ممكن يكون عنده عدة أعمال. Devices use agreed upon protocols to communicate. بيستخدم طريقة متفقين عليها protocols متفقين عليها كيف يعملوا communication. Okay. Protocol may have one or more function. كل protocol ممكن يكون عنده أكثر من function. مثلا في protocol عنده function يعمل addressing.
اللي هو شو يعني addressing؟ يعني عنوان السندر والريسيفر. في بروتوكول عندها functional reliability، في بروتوكول عنده flow control، في أي مجموعة functions. ممكن يكون مثلا أعطيك IP version، أعطيك البروتوكول TCP/IP عبارة عن بروتوكول مستخدم في الإنترنت، في عنده وظيفة الأدرسنج للبروسيسز اللي بيعملوا communication، في عنده reliability مشان يشوف إنه وصلت صح ولا لا، في عنده flow control بيعمل adjustment للداتا data transmission، في عنده sequencing فتطلع كل هاي الأشياء ممكن تكون موجودة في نفس البروتوكول. أوكي مثلاً الاي بي عنده addressing للسندر وللريسيفر، وعنده مثلاً error detection بسيط، وعنده application interface له. أوكي مثلاً عنده هذول two function، فهي مثل أمثلة على مجموعة functions بيعمل البروتوكول. معطيك هون example قبل ما أقرأ هاي الجدول. I send this message across the network using IP version 4. فمثلا هذا بيرسل عنده IP version 4، بيرسل عن طريق الـ IP version 4. IP version 4 بروتوكول عنده شكل بيرسل من خلاله. لازم الراوتر اللي هون لما توصل المسج لازم يقدر يعمل فورورد للمسج، لأنه بيفهم شو يعني IP version 4. لازم يقدر يوصل للديستنيشن لأنه بيقدر يعرف شو يعني برضو IP version 4. فلازم يكونوا فاهمين مين البروتوكول المستخدم، هيو agreed upon، مين البروتوكول المستخدم، كيف يستقبله، كيف يرسله، كيف يحددوا الباث. فكل واحد بيشتغل شغله حسب معرفته بالبروتوكول وحسب الرولز اللي موجودة في هذا البروتوكول. من الفانكشن اللازم الادرسنج، شو يعني ادرسنج؟ identify الادرس of sender and receiver، مين اللي ارسل، مين لازم يستقبل. reliability guarantee of delivery، يعني انه اضمن انه المسج وصلت كاملة لحتى اللي هيك فهمها. الفلو كنترول قبل شوي مر معانا الفلو كنترول اللي هو الداتا ريت، لازم اضمن الداتا فلو ات ان افيشنت ريت، لازم اضمن انه الداتا بعثت في ريت فعال، انه خلال الوقت اللازم. اذا بتتذكر مرت في الفلو كنترول لما كان في تايمينج في الوقت اللازم في الوقت الصح اقدر احدد الاوردر تبعهم. اوكي كامل الاشياء اللي بتحدد لي الترانسميشن ريت. السيكونسينج اللي هو يونيكلي ليبل ايتش ترانسميتد سيجمنت اوف داتا، ليه لازم انه لما اقسم المسج، هاي السيكونسينج معناها انه انا لما اقسم المسج لعده اقسام لازم يكون في عندي طريقه ارقم هاي السيجمنتس مشان لما توصل عند الريسيفر يعرف كيف هدول الداتا مرتبين. فبدي اعنونهم او اعملهم ليبلز، يكون هذا الليبل يونيك لكل سيجمنت مشان لما توصل للريسيفر يقدر يجمعهم. هاي الهدف من هالتجميع، التجميع الصح. Error detection في بعض البروتوكولز انت كيف انه تعرف الداتا صار لها corruption او لا. Determine if the data became corrupted during the transmission، هل الداتا اللي اثناء الترانزميشن مرت بشكل صح ولا في شيء اثر عليها غيرها. فلازم نعرف شو صار للداتا اثناء الترانزميشن. في من البروتوكولز واحد من الفانكشن انه ايرور ديتكشن، يكتشف انه صار في ايرور ولا لا. ابلكيشن انترفيس، هاي في الترانسبورت لاير او في التي سي بي اي بي بشكل عام بروتوكول عنده فانكشن اسمه ابلكيشن انترفيس اللي هو بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن بتوين نتورك ابلكيشن. اسمح انه البروسيس تحكي مع بروسيس، فانت لما مثلا تحكي سكايب اونلاين فلازم انه كيف هاي السكايب اللي عندك بده يحكي مع السكايب اللي عند زميلك، فهي بسموها بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن، مسؤول عنها مثلا في الـ TCP/IP layer 4. هاي كل التفاصيل مين مسؤول عنها ومين البروتوكول اللي بيعمل هاي الفانكشن مش ضروري، بكفي تعرف هلا كل فانكشن شو معناه. اوكي الانتر اكشن ايش يعني؟ نتورك ريكوير ذا يوز اوف سيفرال بروتوكولز، احيانا بيلزمني انه اتعامل مع اكثر من بروتوكول ولازم يكون انتر اكشن بين هاي البروتوكولز كوحده وحده بالاخر، مشان انا هدفي اطلع مسج من السندر توصل نفسها للريسيفر. Each protocol has its own function and format، كل بروتوكول متعامل معه عنده شكل معين فورمات وعنده function معين. هي مثلا لما انت تطلب بيج، اوكي اول شيء بيتفاعل معاك الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طبعا في بروتوكول اخرى بتتفاعل بس احنا بدنا نحدد الشرح حسب السلايد. مبدئيا
ال HTTP بروتوكول هو اللي راح يجيب لك البيج. اوكي راح يعرف، راح نعرف عنوانه بطريقه بروتوكول اخر مش راح نحكي عنه هلا، بس بكفي تعرف انه انا بدي بيج معناته هاي البيج راح تيجي عن طريق ال HTTP بروتوكول، هذا عباره عن بروتوكول. فهو بيحدد لك govern the way a web server and the web client interact، كيف الويب الكلاينت بده يتعامل مع السيرفر مشان يجيب لك هاي البيج. هاي ال HTTP بروتوكول شغله هاي الفانكشن تبعه، وبيحدد كيف شكل المسج وشو محتوياته. الترانزميشن كنترول بروتوكول طبعا راح تيجي عن طريق شكل معين، لما تيجيك بتيجيك عن طريق التي سي بي. التي سي بي شو بيعمل؟ مانج الانديفيدوال كونفرزيشن، بيحدد كيف بدير قبل شوي حكينا بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن لما حكيت لك سكايب. فاذا كان في عندي مجموعه كونفرزيشن بتتم المسؤول عنها التي سي بي. بروفايد جارانتي ديليفري برضه حكينا قبل شوي انه ايش يعني جارانتي ديليفري، اضمن انه المسج وصلت كامله. مانج ذا فلو كنترول اللي هو الداتا ترانسميشن، انه كل الباكيتس يوصل، نحدد الداتا ريت ونحدد كم داتا لازم نرسلها في الوقت الواحد، ولازم توصل كلياتها مضبوطه عند الديستنيشن. هاي كلياتها بحددها التي سي بي بروتوكول. كل هدول بيشتغلوا مع بعض لما انت تطلب بيج. الانترنت بروتوكول ديليفر مسج جلوبالي فروم سندر تو ديستنيشن، فهو كيف برسل مسج من شخص لشخص، بحد مين اللي بيساعدني اني ارسلها اللي هو الاي بي. الايثرنت اللي هي عباره عن لاير 2، طلع يعني جاب لك هون، جاب لك امثله من لايرز مختلفه، هاي اسمه لايرز، هلا رح نحكي عن اللايرز. طلع الايثرنت لاير 2، الاي بي لاير 3، تي سي بي لاير 4، والاتش تي بي لاير 5، هلا رح نحكي عنهم، بس ضل متذكر انه هي عباره عن لايرز طبقات. فجاب لك مثال بروتوكول من كل طبقه، كل هاي البروتوكولز انتر اكت بتفاعلوا مع بعض حتى بالاخر اوصل للفانكشن اللي انا بدي اياه. فالايثرنت عباره عن ديليفر مسج فروم ان اي سي تو انذر ان اي سي اون ذا سيم ايثرنت لوكال اريا نتورك، فهو مسؤول عن الارسال لوكال. فلما تسمع ايثرنت او داتا لينك لاير بشكل عام، اعرف انه انا بدي اتحكم بالارسال لوكالي على نفس اللوكال اريا نتورك. اوكي، فبيستم في انتر اكشن بين البروتوكولز مشان يتم الفانكشن اللي انا بدي اياه، اجيب بيج، ارسل مسج، فكله هاي بيتم عن طريق انتر اكشن بين بروتوكولز مختلفه. بروتوكول سويتس، نتورك بروتوكول سويتس بروتوكول must be able to work with other protocols، هاي اللي هي الانتر اكشن، لازم بروتوكول يقدر يتعامل مع البروتوكول الاخرى. بروتوكول سويت a group of interrelated protocols necessary to perform a communication function. سويت يعني مجموعه بروتوكولز مختلفه، جروب من البروتوكولز اللي بتتعاون مع بعض مشان احقق الهدف من الكوميونيكيشن. فهو مجموعه من الرولز سيت اوف رولز ذات ورك توجذر تو هيلب سولف ا بروبلم. انا بدي ارسل مسج من اكس الى واي، مين البروتوكولز اللي بتتفاعل مع بعض مشان بالاخر ارسل المسج وتوصل المسج صح. انا بدي اجيب بيج، مين البروتوكولز اللي بتتعاون مشان بالاخر توصلني البيج زي ما طلبتها. انا بدي اعمل داونلود او ابلود لملف، مين البروتوكولز اللي بتتعاون مشان اقدر اجيب هذا الملف. انا بدي ارسل ايميل، مين البروتوكولز اللي بتتعاون مع بعض مشان اقدر اجيب هذا الايميل. كل هاي راح ناخذها بالتفصيل، بس هاي اسمها بروتوكول سويت. The protocols are viewed in terms of layers، هاي اللي قبل شوي حكينا عنها. انا لما اطلع على البروتوكولز هو عباره عن مجموعه من الطبقات layers، في الهاير layers وفي الابر اللور layers، ابر ولور او هاير. الهاير الاعلى واللور الادنى connected with moving data and provide service to upper layer، معناتها اللايرز اللي في الطبقات الدنيا اللي بتتفاعل مع بعض مشان يقدروا يوفروا السيرفيس لللايرز العليا. اوكي، فلازم بالاخر يكون عندي بروتوكولز مشان تتعاون مع بعض نقدر نعمل كوميونيكيشن. فطلع معطيكم اكزامبل بسيط، بروتوكول سويتس are set of rules to work together to help to solve the problem. نفس الشيء، لما بدي حل مشكلة، فهي اثنين هذول two person بدهم يتوافقوا يتحدثوا مع بعض، لازم يكون عندهم rules، اشي ايش اللانجوج اللي بدي احكي فيها، كم لازم انتظر احكي انه انا انهيت مشان الثاني يقدر يحكي. اوكي، ف بالاخر يعني
أنا بدي أعرف إنه what's the cafe، محل قهوة أو شو يعني where is the cafe، إنه محل كافيه بدي أعرف وين مكانه، فبدنا نتوافق بدنا نتواصل مشان أعرف المكان. فأنا هذا الفانكشن الأساسي اللي بدي أحصل عليه، وبالتالي لازم في أشياء تتم حتى أقدر أحصل على الفانكشن المطلوب، أحل المشكلة زي ما حكيت لك، أجيب بيج، أعمل داونلود لملف، أرسل إيميل، أوكي، أحكي مع زميلي. كلها عبارة عن functions بدي أحققها، وبالتالي في مجموعة بروتوكولز بتتعاون مع بعض مشان بالآخر أحل مشكلتي وأقدر أبعث وأستقبل الإشي اللي بدي. فعادة بحكي لك Evolution Protocol Suites، there are several protocol suites، في مجموعة من البروتوكولز بتتعاون مع بعض. معطيك examples، TCP/IP Internet Protocol Suite or TCP Transfer Control Protocol Internet Protocol، the most common protocol suite and maintained by the Internet Engineering Task Force، هي عبارة عن ال organization اللي صممته مسؤولة عنه، أوكي، TCP/IP. بس بجوز إحنا ما نهتم بهاي الشركات، بس سيسكو بعدين بيهتموا بيسألوك إنه هاي ال organization مسؤولة عن أي بروتوكول. ال OSI مسؤول عنها شركة الإيزو، الأبل توك مسؤولة عن أبل إنك، النوبل نتورك مسؤول عن نوبل إنك، والتي سي بي آي بي آي تي إف، هم بيهتموا أحياناً بهاي الأسماء. فعندك مجموعة لايرز، هاي اللايرز اللي خلص نصير نتعود عليها، هذول أربعة لايرز بس إحنا راح ندرس خمسة لايرز على فكرة، أوكي، بس البداية كان أربعة لايرز اللي هم نتورك أكسس، اللي هي الفيزيكال لاير إنه كيف مصممين، الإنترنت اللي هي لاير 3 فيها الـ IP، IP version 4، IP version 6، وفي الـ transport layer في الـ TCP، وفي الـ application layer مثلاً في الـ HTTP، فهي مجموعة البروتوكولز إحنا ندرس هاي الجزء، okay، TCP، IP، فهي عبارة عن بروتوكول. في عندك مجموعة بروتوكول أخرى الـ Open System Interconnection، OSI Model، developed by the International Organization for Standardization، اللي هي الـ ISO، and the International Communication Union اللي هي ITU، هاي الايزو، هاي مجموعة البروتوكولز في كل لاير. في الابل توك اللي هي عبارة عن Proprietary Suite Release by Apple، هي عبارة عن مسؤولة عن شركة أبل، هاي مجموعة البروتوكولز في كل لاير الخاصة في الأبل. والنوفل نتوير اللي هو Proprietary Suite Developed by Novell Inc، هاي الشركة خاصة بالنوفل Operating System والنوفل نتوير، اللي هي البروتوكولز اللي مسؤولة عنها أو المندرج تحتها، تحت البروتوكولز المندرجة تحت النوبل نتوار في كل لاير. معطيك إياها، أوكي، مش للحفظ، لكن إحنا بكرة راح ندرسهم بالتفصيل هون، وبالتالي هم بالتالي أوريدي لازم يكون عارفين. لما ندرس الـ IP، الـ IP موجود في الإنترنت لاير، TCP والـ UDP موجودين في الترانسبورت لاير، HTTP، DNS، DHCP، FTP موجودين في الأبليكيشن لاير، راح ندرسهم بالتفصيل. برضو ICMP version 4، ICMP version 6 راح ندرسهم، موجودين في layer 3، أوكي؟ هاي مجموعة protocols موجودة في النتوركس المختلفة، الإنترنت TCP/IP بندرسه لأنه موجود في الإنترنت. TCP/IP protocol example، في عندك هاي، معطيك example على TCP، ركزنا هاي على TCP/IP. TCP/IP protocol operate at the application transport and internet layer، موجود في هاي layers المختلفة. The most common network access layer LAN protocols are Ethernet and wireless LAN protocols. عادة أكثر إشي مشهور فيه اللي هي LAN protocols والwireless LAN protocols. فطلع هاي موجود في الثلاث layers الأصلية، اللي هي موجود في application layer TCP/IP عبارة عن protocols. لما بدي أرسل أو أجيب أي إشي من client لسيرفر عبر الإنترنت، فبتم تحدث بواسطة TCP/IP protocol، أوكي؟ فبشتغل application transport and internet layer على مستوى هاي الثلاث layers، وكثير مشهور، أوكي؟ فهي بالنسبة للبروتوكول stack أو بسموها layers أو stack نفس الشيء. internet بيستخدم IP، والtransport بيستخدم TCP، والapplication بيستخدم HTTP. دول مع الوقت أنت من كثر الذكر راح تحفظ.
تي سي بي اي بروتوكول سويت طلع نفس الشيء، ردينا اخذنا برضو نكمل عن نفس التي سي بي اي بي بروتوكول. The protocol suite used by internet. هيو أهم إشي used by the internet and include many protocols. وبتطمن عدة protocols. Is an open. هو عبارة عن open system standard protocol suite that is freely available to the public. شو يعني open? Open software, open standard. معناها إنه public. أي حدا ممكن ينزله. أي حدا ممكن يعدل عليه. Open وfree. Free معناها ببلاش. بس open يعني الكود. الكود تبعه متاح للببليك، ممكن اي حدا ياخذه، ممكن اي واحد ممكن يعدل عليه ويرد يعمل له ريديستريبيوشن. ممكن اشعب باي اني فيندر، اي واحد حاب يشتغل عليه ويرد يعمل له ريديستريبيوت هو متاح، فهو اوبن. اوكي، ستاندرد بيست بروتوكول سويت ذات از اندورسد باي ذا نتوركينج اندستري and approved by standard organization to ensure interoperability. هو عبارة عن protocol endorsed يعني متفق عليه و approved برضو نفس الحكي متفق عليه و أي جملة جم متفق عليه by the industry, the networking industry, متفقين وخاتمين باصمين بالعشرة إنه هو البروتوكول المستخدم واللي بيضمن لي الانتروبيرابيلتي between systems، يعني بقدر أستخدمه مشان يقدر two systems يحكوا مع بعض بغض النظر عن هاي two systems شو هم، هاي معنى interoperability، فهو شغال على الكل. أوكي، فهي برضو بيعطيك layers الستاك اللي حكينا عنها وبيعطيك إيش البروتوكولز المستخدمين في كل layer. فأشهر إشي بالترانسبورت لاير TCP والUDP، والإنترنت لاير أشهر إشي فيها IP 406 والICMP 406، هذول كلهم راح نخطهم. أوكي، والأبليكيشن لاير مشهور فيها DNS DHCP، هي راح نخط هاي الجزء DHCP SMTP، من كل واحد راح نخط واحد FTP HTTP. أوكي، هاي مش راح نركز عليها كثير إلا شوية، راح نأخذ الـ ERP. أوكي، اللي هو replaced by DHCP. مش موجود DHCP، طيب مش مشكلة، أكل حال لما نأخذه راح نحكي عنه الـ ERP. وبعدين الـ Data Link Protocol اللي هو موجود، مش راح نركز على هاي اللاير كثير، هذول اللايرز 3 و 4 كثير راح نشرح بالتفصيل. الكوميونيكيشن كيف بيتم في التي سي بي اي بي؟ افرض انه ويب كلاينت بده يتواصل مع ويب سيرفر، بس حكينا له بدنا بيج او ويب سيرفر انكابسوليت اند سندينج او بيج تو ذا كلاينت. كلاينت قال له بدي بيج، هلا الويب سيرفر بده يعمل له انكابسوليت يبكت له البيج ويرسل له اياها، فراح تمر على الداتا لينك لاير. اوكي، الداتا اللي بدنا نرسلها سوري بنرسل من الابر، راح اليوزر داتا راح ناخذها، راح تمر على التي سي بي، بعدين راح تمر على الاي بي، بعدين راح تمر على الايثرنت فريم اللي هي 2، وبعدين راح نرسلها. فشكل الداتا هيك راح يكون داتا تي سي بي اي بي ايثرنت ونطلقها للاي بي، فبكتناهم هذول في بكت واحد هيك وراحوا على الكلاينت. الكلاينت راح توصل المسج اول شيء على 2 من تحت، فراح يبلش يفرط فيها هي دي انكابسوليت الانكابسوليشن التركيب الدي انكابسوليشن الفرط، بدنا نفرط هالباكت مشان بالاخر سوري تضل عندي الداتا بالشكل اللي بدي اياه. فبتمر على الايثرنت بشيل هاي، بتمر على الاي بي بشيل هاي بعد ما يشتغل شغله، بتمر على التي سي بي بشيل هاي، وبعدين بضل عندي الداتا اللي راح يقراها الكلاينت. فبالإرسال، أوكي، لما بده الويب سيرفر يجاوب بالإرسال راح تمر داتا من فوق لتحت، application transport network data، أو سماها مش داتا، سماها network access layer، سماها network access layer. فأنا لما بدي أرسل هي application transport internet network، كل مرة
بيرسل من هون ببكت، بيرسل من هون ببكت، بيرسل من هون ببكت، بيرسل من هون ببكت، بيرسل للديستنيشن. لما توصل الديستنيشن بلش يفرط. كيف بستلمها؟ بستلمها من هون، بفرط اول شيء نتورك اكسس لاير، بعدين بفرط الانترنت لاير، بعدين بفرط الترانسبورت لاير، بعدين بفرط الابلكيشن لاير، بتضل الداتا عندي، الداتا اللي ارسلها فبيستقبلها الكلاينت وبيقرا المسج. نفس الحكي، هاي الجهاز بده يرسل، الجهاز فيه كل هاي الاربع لايرز امبلمنتد، بده يرسل فبرسل من الابلكيشن، ترسل هيك المسج بتروح ابلكيشن ترانسبورت انترنت نتورك اكسس، اوكي، او داتا لينك لاير سميها زي ما بدك، بتروح عبر الانترنت هذا الجهاز بيستقبلها من ادنى لاير، اوكي، نتورك انترفيس انترنت لاير 3 ترانسبورت لاير لاير 4، اوكي، وبعدين الابلكيشن اللي هي هذول هم اربع لايرز، اوكي، خلينا نحكي 1 2 3 4 اوكي بالنسبه للمستخدم هون، بس هم حكيت لك هم راح يكونوا خمسه بالعاده. طيب فبيوصل داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت لاير، ابلكيشن لاير، مشان تقدر توصل للابلكيشن اللي موجود على هذا الجهاز. فهي بشكل عام عمليه الارسال. فراح اتوقف لهون، اوكي، وبنكمل في فيديو اخر ان شاء الله. بالتوفيق ويعطيكم الف عافيه.